أقام صاحب جلالة الملك محمد السادس بالرباط مأدبة غذاء على شرف الوزير الأول البلجيكي السيد ألكسندر دي كرو والوفد المرافق له، ترأسها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. حضر هذه المأدبة على الخصوص وزير الداخلية والإصلاحات المؤسساتية والتجديد الديمقراطي السيدة فيرليندن ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية السيدة الحبيب ونائب الوزير الأول وزير العدل السيد فان تيرشيلت وكاتبة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة السيدة ديمور. كما حضر هذه المأدبة رئيس مجلس النواب السيد رشيد طلب العلمي ورئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميار ومستشارا صاحب الجلالة السيدان الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان ووزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي. وكان السيدان أخنوش وديكرو قد ترأسا أشغال الاجتماع الثالث للجنة العليا المشتركة للشراكة المغرب-بلجيكا الذي توج باعتماد إعلان مشترك وكذا التوقيع على مذكرتي تفاهم وخارطة طريق للتعاون.